إطار تحسين خدمة الصرف الصحية بالقرى المصرية والمحافظة على صحة المواطن والبيئة، تم الانتهاء من تنفيذ 45 مشروع من مشروعات تغطية الصرف الصحية بسبع محافظات. وفي تصريحات أشار الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان إلى أنه تم زيادة القرى المستفيدة من الصرف الصحية بنسبة 20%، حيث تم تنفيذ مشروعات ل 180 قرية خلال العامين الماضيين فقط، ليصبح عدد القرى المستفيدة 600 قرية. تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 404 سيارات مخالفة جمركيا، وإجراءات الضبط تمت في إطار حملة أمنية شنتها مباحث الضرائب لحصر السيارات المخالفة جمركيا والمفرج عنها إفراجا مؤقتا، والسيارات المجهزة طبيا التي تستخدم في غير الغرض المخصص لها، وتكثيف الجهود لضبط تلك السيارات المخالفة. تلقت غرفة العمليات بوزارة التموين المعنية بمتابعة الأسواق خلال عيد الفطر 74 محضرا من مديريات التموين على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالمخابز والأسواق والمواد البترولية. الدكتور خالد حنفي وزير التموين أعلن من ناحيته أن الموجات الرقابية سوف تستمر يوميا على جميع الأسواق للقضاء على السلع الفاسدة والمقلدة والتأكد من توافرها ومدى مطابقتها للمواصفات والتصدي للباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم ضبطها.